وينضم إلينا من مكة المكرمة رئيس المركز الإعلامي الروهينجي صلاح عبد الشكور. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح. بداية، دعوة واشنطن لمجلس الأمن لاتخاذ قرار دولي سريع حول أزمة الروهينجا، هل سيلقى أصداء على الأرض برأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أتوقع أن أمريكا تستطيع أن تعالج القضية الروهينجية قبل أو دون أن تلجأ إلى الأمم المتحدة وتعيدها لإجراء عمل معين. أمريكا يعني مواقفها، وإن كانت يعني في الفترة الأخيرة تكثر من التصريحات، ولكن لم نلاحظ مواقف عملية. أمريكا لو لوحت ببعض العقوبات لميانمار لحلت الأزمة من النهاية يعني، ولكن حقيقة يعني إعادة الموضوع إلى مجلس الأمن ثم القبول بالفيتو من روسيا والصين يعني يحال دون إدانة حكومة ميانمار التي لا تزال حتى هذه اللحظة تهجر مسلمي الروهينجا نحو بنغلاديش. العالم يظن أن التهجير توقف، ولكن الواقع يشير إلى أرقام وإحصائيات مستمرة، وكانت بأعداد أقل مما حصل في أواخر 2017 وبداية 2018، ولكن الأعداد الذين يهربون الآن إلى ولاية بنغلاديش. طيب، الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنها تمتلك وسائل ضغط على ميانمار لاتخاذ خطوات حقيقية لحل الأزمة، برأيكم ما هي هذه الوسائل؟ وهل ستستجيب لها حكومة ميانمار أم لا؟ نعم، أول وسيلة الجانب الاقتصادي. هنالك مئات الشركات الأمريكية التي تعمل في الاستثمار، بإمكان أمريكا أن تضغط اقتصاديا على ميانمار. الجانب الآخر، رفع الدعم الدبلوماسي الديمقراطية. أمريكا تدعم حكومة ميانمار لإرساء الديمقراطية منذ عام 2010 للميلاد وحتى هذا الوقت. إضافة إلى ذلك، هنالك حلفاء لميانمار كالهند والصين، بإمكان أمريكا أن تتوسط لإيجاد حل سلمي وسريع وفوري لحل هذه الأزمة. هذه الأزمة حلها سهل في الحقيقة، ولكن حكومة يعني ميانمار لا تزال تعمل على وتيرة تطويل أمد الأزمة وتطويل أمد القضية حتى تظل هذه القضية عالقة، ولا حتى مجلس الأمن فشل في إيجاد حل نهائي لها حتى الآن. طيب، في موسم الأمطار الموسمية وقدوم فصل الصيف، ما هي أوضاع الروهينجا في ميانمار وبنغلاديش؟ والله حقيقة الأوضاع مزرية للغاية. بالأمس نقلنا في وكالة أنباء أراكان يعني مقاطع فيديو صورت يعني هبوب رياح شديدة جدا، والجميع يعرف أن هذه المنطقة يسكنها مخيمات اللاجئين، وهذه المخيمات تتكون من يعني خشبات وأسقف بلاستيكية لا تقوى حتى للهواء البسيط، فضلا عن الرياح العاتية التي تجتاح المنطقة في هذه الفترة. أمطار غزيرة الآن، والمنطقة تحولت إلى قيعان، وهنالك يعني انعدام في كثير من المناطق الداخلية في داخل أوساط المخيمات، وانعدام للماء النظيف الصالح للشرب والمواد الغذائية وغير ذلك. المنظمات الإغاثية حقيقة هبت هبة قوية في أواخر عام 2017 للميلاد، ولكننا نلاحظ أن هنالك تراخي كبير جدا في عدد المنظمات الإغاثية التي تعمل في إغاثة هؤلاء اللاجئين. وأنا من هذه المحطة من قناة الرافدين أدعو وأناشد العالم مرة أخرى من جديد للالتفات لحال هؤلاء اللاجئين الذين بلغ عددهم أكثر من 1,200,000 لاجئ يسكنون في منطقة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة. هذه المناشدة برأيكم ما الذي يتوجب على المنظمات الدولية والإسلامية اتخاذه تجاه ما يجري لمسلمي الروهينجا؟ نعم، أول نقطة حقيقة المراصد الفلكية والجوية منذ شهرين كانت ترسل نداءات استغاثة أن هذه المنطقة ستتعرض لفيضانات ورياح عاتية، وهذه الرياح والأمطار بدأت منذ تقريبا الأسبوع الماضي أو الذي يليه، بدأت الأمطار الآن. فنحن ماذا ننتظر؟ وجميع المؤشرات تدل على أن هذه المنطقة وهؤلاء اللاجئون معرضون للموت ضمن يعني منظومة كوارث ربما ستحل بهذه المنطقة. هذا الأمر الأول. الواجب الثاني، الاسراع مباشرة في إعادة الدعم الذي كانت تدعمه المنظمات الإغاثية وإيصال المساعدات، وخاصة في موسم رمضان حيث الاحتياجات الكثيرة المتزايدة وغير ذلك من المواسم التي تأتي كعيد الفطر وغير ذلك. نعم. الواجب الثالث حقيقة تحريك المنظمات الدولية الكبرى كالمفوضيات مفوضية اللاجئين وغيرها من منظمات الأمم المتحدة التي تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية.
نعم، كان معنا رئيس المركز الإعلامي الروهينجي صلاح عبد الشكور، شكرا جزيلا لك.